فاللي انا بقوله لحضراتكم انه مش عايز حضراتكم دايما تنجرفوا للناس اللي بتطلع تعمل لايفات والناس اللي بتطلع تعمل، والله صدقوني الايام القادمه ايام جميله، الايام القادمه ايام حلوه، هتسمعوا اخبار في كل الالعاب بالمناسبه وفي كل النشاطات داخل النادي الاهلي سواء انشائيا او كل حاجه رياضيا او انشائيا او تصيفيا حتى في الساحل الشمالي وخدميا واجتماعيا وكل حاجه، هتسمعوا اخبار هتعجب حضراتكم جدا جدا جدا. الحقيقه امبارح باركت للفريق والجهاز الفني ومجلس الاداره بالاسم من اول كابتن خطيب رئيس النادي مرورا بكل الاعضاء وكل اعضاء مجلس الاداره. النهارده من حقي ومن حق كل اهلاوي ان هو يتكلم باستفاضه شويه عن مجلس الاداره، لانه لو مش قناه النادي الاهلي اللي هتتكلم عن مجلس الاداره، هل من المفترض ان انا استنى حد تاني يتكلم؟ النموذج اللي بيتم تقديمه من مجلس اداره النادي الاهلي على مدار دورتين الحقيقه، سواء الدوره السابقه او الحاليه، برئاسه الكابتن الاسطوري محمود الخطيب، نموذج اداري ناجح بنسبه تفوق حتى الان 100% في مختلف الملفات. وانا هنا ما بتكلمش على الملف الرياضي فقط، ولكن انا بتكلم على مختلف الملفات. لو هنتكلم في المجمل، حدث ولا حلق ولا حرج على صعيد البطولات مثلا كرة القدم وفي كل الألعاب، وعلى الصعيد الخدمي والإنشائي والاجتماعي نجاح باهر ونجاح عظيم. خلينا نتكلم عن آخر 10 شهور اللي حصد فيهم فريق الكرة 5 بطولات. هنتكلم عن ايه ولا ايه ولا ايه؟ شراكات اقتصادية ناجحة بيعملها مجلس إدارة النادي الأهلي مع مختلف المؤسسات الكبرى. نجاحات رياضية في كل الألعاب. اتكلمت مع حضراتكم هنا في حلقة موسعة بشكل موسع يمكن 4 ساعات. وكنا ممكن نقعد 4 ساعات تانيين. حلقه مع الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي لما كان ضيف البيت الكبير وحصاد الموسم الرياضي. النهارده بنشوف 5 بطولات في كره القدم، 2 سوبر كاس مصر، دوري ابطال، دوري ممتاز، ولسه قدامنا بطولات هنلعبها ان شاء الله خلال الفتره القادمه، اولها كاس السوبر الافريقي. وان شاء الله كالعاده يعني، ويا رب ما يقطعها عاده، في ديسمبر هنشارك في كاس العالم للانديه في السعوديه. عقود رعاية كبيرة جدا، ونقلنا لحضراتكم كل هذه المؤتمرات على قناة النادي الأهلي. بنشوف افتتاح مقر رابع للنادي الأهلي في التجمع الخامس. بنشوف التعاقد لإنشاء مقر خامس في العالمين الجديدة. بنشوف نجاحات إدارية وفنية وإنشائية واجتماعية يستحق عليها مجلس الإدارة كل التحية وكل التقدير. بس لو حضرتك إن فاكر إن ده سهل، فمثلا خليني أخد لحضراتكم مثال بسيط جدا. خليني أخد آخر حاجة اللي هي المصيف بتاع مارينا. المصيف بتاع مارينا مش شط وقعدة، طبعا هو شط وقعدة للناس، ولكن الموضوع فيه تفاصيل كبيرة جدا، عقود واتفاقات وموافقات من الجيش وموافقات من حرس الحدود عشان البحر وموافقات من كل الجهات المسؤولة وحاجات يعني الجهات المعنية في المنطقة عشان أنا ما بعرفهاش كلها. ولكن تخيل حضرتك أن النادي الأهلي بقالهم 7 8 شهور بيشتغلوا على هذا الملف، أو يمكن أكتر شوية كمان 10 شهور بيشتغلوا على هذا الملف علشان حضرتك تروح تحط رجلك في الماء. تستحق أعضاء الجمعية العمومية في النادي الأهلي يستحقوا هذا التعب. وبالمناسبة هذه هي وظيفة ومسؤولية مجلس إدارة النادي الأهلي اللي هي بتمثل الجمعية العمومية اللي حضراتكم اخترتوهم. ولكن احنا بنقول لحضراتكم اختياركم كان رائع، اختياركم كان ناجح، ان انتوا تختاروا مجلس إدارة يستطيع أن يدير المشهد الأهلاوي أو يستطيع أن يدير عائلة الأهلي بهذا الشكل. حضراتكم اخترتوا مجلس إدارة محترم،
فزي ما قلت لحضرتك، هو العشر شهور اللي فاتوا بيشتغل على كل الموافقات وكل حاجه، والديكورات وشكل الاوتيل من جوه وشكل الاوض وكذا وكذا، كل حاجه بتتعمل علشان حضرتك تروح تنام وتاكل كأي مصيف محترم وفخور بناديه وحواليك النادي بتاعك وشعار النادي بتاعك في كل مكان، في نفس الوقت تنزل البحر تبلبط تتبسط في البحر، وانت طالع من البحر كده تلاقي اسم النادي الاهلي وراك، فتبقى عائلة الاهلي بجد.